أخبار اليوم. استنى الوفد وعن الشعب المصري بغضبه من تصرفات وتصريحات أردوغان رئيس تركيا والعميل الأمريكاني الذي يرعى الإرهاب ويدرب الإرهابيين على أرضه ويمدهم بالسلاح الأمريكي ويقوم بعمل كل ما يتعارض مع إسلامه ومع دينه ومع وطنيته ومع أوروبته ومع كل شيء. بطالب الحكومة المصرية أن يتخذ موقف حاسم مع هذا الأردوغان مع مراعاة أن الشعب المصري والشعب التركي شعوب صديقة، شعوب محبة للسلام. أدعو باسمك يا رحمن، خلصنا من أردوغان، خلصنا من أردوغان، خلصنا من أردوغان، خلصنا من أردوغان، يا أردوغان يا جبان، أردوغان يا جبان، الجيش المصري لم يوهن، الجيش المصري لم يوهن. هدف من هذه الوقفة أن الوفد بيعبر عن تضامن الشعب المصري في رفضه للتطاول والتدخل أردوغان في الشأن المصري الداخلي، وهذا التدخل لن ينال من مصر أو من شعبها العظيم. فكان الوفد جاء ليعبر عن هذا التوقف.